بانتظار الانطلاقة. فتحت البوابات على بركة الله اندفاع لجياد المستورد عمر 3 سنوات فأكثر، التي سجلت 3 انتصارات وقلة والتي لم تسجل أي انتصار. مسافة الميل وربع الميل متابعين الانطلاقة تبدأ مع مونس وينجز وأيضا سبراي ذا سي من المسار الداخلي. من جوزي أيضا في المركز الثالث الآن يتابع من بين هذه الأسماء، وأيضا القادم الجديد بيريس يتقدم الآن للمركز الثاني مع هذه الصورة إلى جوار منجوزي الذي يتقدم للمركز الثالث، فيما يتراجع مونس وينجز للمركز الرابع في محاولات للحضور من المورو للمركز الخامس. في هذه الصورة متابعين الكرام في منافسة قوية تجمع الأسماء المستوردة وعلى مسافة الميل وربع الميل. وتابع هذه الصورة مشاهدينا مع سبراي ذا سي في المركز الأول يقود هذا الشوط، وفي المركز الثاني يأتي منجوزي أيضا من المسار الخارجي يتقدم للمركز الثاني، بينما تمرير في المركز الثالث من أقصى المسار الخارجي وإلى جواره يعود مونس وينجز يحاول أن يعود، بينما قادم مشاهدين الكرام على ما يبدو في هذه الصورة يتقدم منجوزي. في هذه الصورة تحديدا يتقدم منجوزي مشابعينا للمركز الأول. منجوزي بكل قوة ما شاء الله تبارك الله بشعار خالد بن مشرف يتقدم لقيادة هذا الشوط. منجوزي ابن بلانشر لخالد بن مشرف يتقدم مع ال 400 متر الأخيرة، ال 400 الفاصلة متابعين الكرام في ظل القدوم من كيروس وأيضا القدوم من بقية الأسماء، بينما منجوزي بقوة في الأمتار الأخيرة. منجوزي هل يحسمها؟ منجوزي يحافظ على الصدارة، منجوزي يحافظ على الصدارة للمركز الأول بكل قوة بشعار خالد بن مشرف إلى خط النهاية. ألف مبروك هذا الانتصار المميز لمنجوزي.